سأل شاب شابا آخر: أين تشتغل؟ فقال له: بالمحل الفلاني. كم يعطيك بالشهر؟ قال له: 5000. فيرد عليه مستنكرا: 5000 فقط، كيف تعيش بها؟ إن صاحب العمل لا يستحق جهدك ولا تعبك. فجعله كارها عمله، فطلب رفع الراتب، فرفض صاحب العمل فأصبح بلا شغل. كان يعمل، أما الآن فهو بلا عمل. سألت أحداهن الزوجة عندما جاءها مولود: ماذا قدم لك زوجك بمناسبة الولادة؟ قالت لها: لم يقدم لي شيئا. فأجابتها متسائلة: أم عقول هذا؟ أليس لك قيمة عنده؟ ألقت بتلك القنبلة ومشت. جاء زوجها ظهرا إلى البيت فوجدها غاضبة، فتشاجرا وتلاسنا واصطدما فطلقها. من أين بدأت المشكلة؟ من كلمة قالتها امرأة: يرى والد صديقه مرتاح البال فيقول له: لماذا لا يزورك ابنك كثيرا؟ كيف تصدق أن ظروفه لا تسمح؟ فيعكر صفو قلب والده ليبدأ الجفاء بعد الرضا. إنه الشيطان يتحدث بلسانه. قد تبدو أسئلة بريئة متكررة في حياتنا اليومية: لماذا لم تشتر كذا؟ لماذا لا تملكين كذا؟ كيف تتحمل هذه الحياة أو هذا الشخص؟ كيف تسمح بذلك؟ نسألها ربما جهلاً أو بدافع الفضول أو الفضاوة، ولكننا لا نعلم ما قد تبثه هذه الأسئلة في نفس سامعها. مضمون القصة: لا تكن من المفسدين. نصيحة: ادخل بيوت الناس أعمى واخرج منها أبكم. ولا يعني هذا أنني أدعي المثالية، لكن هي كلمات أوجهها لنفسي قبلكم: لا تفسدوا على الآخرين حياتهم.